حشود غفيرة خرجت إلى شوارع مدينة ساو باولو البرازيلية للتعبير عن استيائها من أداء الحكومة. 50,000 شخص غصت بهم شوارع كبرى مدن البلاد. تغلغل الفساد في بلادنا حتى النخاع، الرعاية الصحية والبطالة والتعليم وكل شيء يسير في اتجاه الخاطئ. إنه غضب البرازيليين على حكومتهم التي نهبت الشعب وخدعته. وعندما حاولت مجموعة من المتظاهرين اقتحام مبنى البلدية، أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع، مما أدى إلى تصاعد حدة المواجهات وبدأت عمليات حرق ونهب. سبب اندلاع موجة الاحتجاجات كان رفع أسعار النقل العام. الرئيسة روزيف عبرت عن تفهمها لغضب الشارع، لكنها دانت أعمال الشغب والتخريب. ندين هذه الأعمال لأننا نعلم أن أي شكل من العنف سيكون مدمرا وغير مبرر، ولا يجلب إلا المزيد من العنف، وهذا لن نقبله أبدا. هذا النداء لن يمنع تنظيم احتجاجات جديدة، لذلك طالبت 5 مدن تستضيف كأس القارات بتدخل قوات الحرس الوطني. في الوقت نفسه توصلت السلطات إلى تفاهمات مع المتظاهرين في بعض المدن، ووعدت بخفض أسعار النقل المثيرة للجدل.